مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. القطاع الصناعي في العراق. نشأت الصناعة العراقية في الخمسينيات من القرن الماضي معتمدة بصورة مباشرة على الدولة في كل تفاصيلها. أما في الوقت الحاضر فحدث تطور كبير على صعيد الصناعات كافة، ودخلت مرحلة جديدة من التطور والتحرر، فوجدت الصناعة العراقية نفسها أمام مناخ غير ملائم لها من الفوضى. بعد العام 2003 وخاصة بعد تعرض المعامل إلى عمليات السلب والنهب وتوقف الكثير من المشاريع التي كانت قائمة آنذاك، وما زاد من تدهور الأمور فتح الحدود أمام السلع المستوردة وبصورة فوضوية ومن دون وجود تعرفة جمركية عليها، مما زاد من إحباط الصناعة وتدهورها. آخر إحصائية لوزارة التخطيط صدرت عام 2018 بيّنت أن نسبة العاطلين عن العمل بلغت 14% للأشخاص النشطين اقتصاديا، والذين يشكلون نسبة 56% من سكان العراق، بينما نسبة الفقر في العراق بلغت 26%، أي 10 ملايين نسمة فقيرة في العراق. ورغم أن الدولة أنفقت بحدود 120 تريليون دينار لتأهيل الشركات العامة ما بين 2005 و2014، وكان معظمها ممولا من الدول المانحة ووزارة المالية، فإنها أخفقت في إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية فعالة لأغلب عقود الشراكة التي أبرمتها مع شركات أجنبية. يرى الخبراء أن هيمنة الدولة على أغلب الصناعات في العقود السابقة وعدم وجود سياسة لحماية منتج القطاع الخاص وعدم استقرار الوضع الأمني حال دون توجه المستثمرين لإنشاء المشاريع الكبيرة. فعلى مستوى القطاع العام تأثرت الصناعات بعد عام 2003 وتعرضت المصانع للتخريب. توقفت أغلب الصناعات الحكومية بسبب تقادم خطوط الإنتاج واعتماد الأساليب التقليدية في الإنتاج والتسويق وعدم توفير الطاقة، ما تسبب بزيادة التكاليف وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة، فضلا عن عدم التزام المؤسسات الحكومية بشراء المنتجات المحلية، ناهيك عن انقطاع الكهرباء. واحد من الأسباب المهمة لتراجع الصناعة هي المصارف التي يصعب عليها التعرف على أساليب التنمية الاستثمارية الحديثة، حيث أنها ما زالت متعلقة بالأساليب القديمة والقروض، غالبا ما تكون أسعار الفائدة فيها عالية جدا، وإن هذه النوافذ لا يمكن من خلالها التطوير في مجال الصناعة الحديثة. عدم وجود إجازات للاستيراد التي تعد من القضايا التي تكون في جميع الدول الأخرى، ومع ذلك إنها تنتج وتصدر ومفتوحة أمام البضائع المستوردة، والدليل على هذا أن العراق يحصل على بضائعها في الأسواق. فيما يخص القطاع الخاص، تشهد البلاد تراجعا اقتصاديا مستمرا مع ارتفاع كبير في نسبة الفقر والبطالة، ويعتمد العراق في موازنته الاتحادية على تصدير النفط بما يقرب من 90% من موازنته، إلا أن العائدات النفطية لم تستثمر في تحسين واقع الاقتصاد والنهوض به لينافس دول الجوار. عملية تبييض الأموال من خلال الصناعة بنسبة 50%، هذا الأمر يؤدي إلى بيع السلعة العراقية بأسعار رخيصة في الأسواق بالمقارنة مع البضائع الأخرى، هذا بالإضافة إلى عدم وجود تحميل على المواد والسلع المستوردة وما يقابلها من قلة التمويل وتحطيم البنى التحتية.